التساهمي والترقوي المدعم بصيغتين واحد واثنان ولبناء سكن ليبي. شفنا بعض المؤشرات اللي هي في الحقيقة مؤشرات يعني إيجابية، لما تشوف أنه كاين نسبة زيادة في عروض العمل بقدر 35% مقارنة بالثلاثي الأول من شهر سنة 2023، وأيضا تشوف بالمقابل نسبة زيادة تاع 43% في التنصيبات مقارنة بالثلاثي الأول تاع سنة 23. فهذا يدل على انه هو مؤشر ايجابي، يدل على انه في حركيه اقتصاديه في البلاد. المنحه الغير قابله للاسترداد للسكن الريفي اللي تضاف للمنحه اللي قدمها وزاره السكن، فهو ايضا الوقوف على مدى تجسيد التزام السيد رئيس الجمهوريه من خلال يعني معاينه وهذه الاجراءات، واللي ان شاء الله حددنا تاريخ 25 افريل هو اول يوم تبدا فيه يعني تقديم هذه المستحقات وهذه المنح وفق رزنامه معينه.